خلينا بقى نروح لحاجة تانية لها علاقة بشغلانتنا كمان. يعني الفويس اوفر، تعليق ايه ده الصوت. ده انا لسه بقول خلينا نقول انت لا، لان احنا يمكن خلال 3 ايام يا منا اللي فاتوا تابعنا، او مش 3 ايام، الاسبوع اللي فات في اوله سبت حد اتنين كان مؤتمر حكايه وطن، ويمكن كان لافت للانظار جدا التعليق نسمع الصوتي. بالظبط، بتسمع وكان بيشدك اللي انت تتفرجي. انا بقول الصوت دايما هو اللي بيشد، يعني هو العمل الاعلامي هو كله بيكمل بعض. ففكره اللي انت يبقى عندك فويس اوفر او معلق صوتي محترف، اعتقد ده في حد ذاته اضافه حقيقيه، وكان جزء من الحكايه اللي كانت بتتحكي فيه حكايه وطن. التعليق الصوتي او الفويس اوفر زي ما احمد بيقول واحد من المواهب المميزه اللي ممكن الجمهور اللي مش محترف اللي قاعد في البيت عادي جدا وهو بيتفرج على حاجه بيسمعها وبتعلق في ودنه. ضيفنا النهارده شارك بصوته في حكايه وطن من خلال فيلم تسجيلي بيوضح الجهود المبذوله من قطاع التموين لتحقيق الامن الغذائي، وكمان فيلم تاني لوزاره الاسكان عن تطوير المناطق العمرانيه، ده طبعا غير الاعلانات الشهيره الخاصه ب 100 مليون صحة وكمان مبادرة اتحضر للأخضر. يعني نرحب بصاحب الحنجرة الذهبية والصوت العذب المميز وأشهر المعلقين الصوتيين الأستاذ لطفي عبد العزيز اللي بينضم لنا عبر زوم. صباح الخير يا أستاذ لطفي. صباح الفل، صباح الفل أحمد، صباح الفل يا منى، وبتشرف إن أنا موجود معاكم النهاردة، ده أكيد ده الشرف لينا، وبجد بس إحنا مقدمة يعني عظيمة، أنا يا رب أستاهل ربعها. لا بالعكس، حضرتك تستحقها وبجدارة يعني، بس عاوزين ربنا نستغل وجود يخليك. حضرتك معانا وتصبح لنا على جمهور صباح الخير يا مصر بصوتك. انا عارف ان دي بيدفع فيها فلوس بس عاوزينها بقى. صباح الخير على جمهور، صباح الخير يا مصر، بحبكم جدا. والله واحنا كلنا بنحبك يا استاذ لطفي. صباح الفل. لو جينا بقى قلنا الحكايه ابتدت منين، احكي لنا الحدوته بصوتك. الحكايه بالنسبه لي كلطفي، انا واحد كنت لحد ثانويه عامه كنت عندي مشكله في حرف الشين، كنت بقولها شكري شريف شادي، لحد ما والدي الله يرحمه ساعدني ان انا احلها. وبعد الله كده يرحمه. بالصدفه في الجامعه حد لفت، يعني واحد من لا اصدقائي بس لفت لحظة، اسمه بس جمال احنا مش فقير عاوزين لفت. نعدي على دي مرور الكرام يا استاذ لطفي، لان في ناس كتير قوي بتبقى عاوزة تمتهن مهنة التعليق الصوتي وبيبقى احيانا عندها مشاكل في بعض الكلمات او وبتتعالج الحروف، او الحروف. حضرتك يعني عالجت ده ازاي؟ عالجت ده ازاي؟ عن طريق دكتور تخاطب كان بيخليني اقرا الكلام اللي فيه شين في اول الكلمه وفي نص الكلمه وفي اخر الكلمه وفي اول الجمله وفي نص الجمله وفي اخر الجمله عشان تقدر تظبط الجهاز ده لمده فيبتدي. فتره معينه كده، والحمد لله يعني. بس انا ما كانش في بالي ان انا ابقى معلق صوتي خالص، انا كل طموحي كانت اخراج. امال ايه اللي وبعدين حصل؟ لحد ما كنت في الجامعه، كنت بعمل مشاريع تخرج صحابي، فمنها جربت اعمل مره، فلقيت المهندس الصوت بيقول لي انت لو اسمه جمال فهيم، لقيته لو بيقول لي لو انت خدت المهنه دي بجد انت هتكسر الدنيا. فابتديت اخد الموضوع بجد تدريجيا لحد في مشروع تخرجي عملت بصوتي، ودكتور محمد زعزع بعديها يعني خلاني اشتغل معاه في الوكاله الاعلانيه، وانا اوريدي كنت مساعد مخرج قبليها، بقالي من تانية جامعه مع محمد شاكر خضير واستاذ طارق الجنايني. فابتدت الرحلة بقى من وقتها، بقالي 14 سنة معلق صوتي و17 سنة في الميديا كلها. ما شاء الله. طب لما نيجي نقول ان مؤخرا كده معظم الاعلانات ما شاء الله ما شاء الله نمسك الخشب بتكون بصوتك، لما الناس بتقابلك بقى في الشارع عارفين ان هو الصوت ده هو صاحب الاعلان ده، لما بتتكلم مع الناس اللي مش عارفين اصلا بتشتغل ايه، بيحسوا ان صوتك كومن في ودنهم او متعود انه يسمع الصوت مألوف وقريب منه؟ الحمد لله، الحمد لله. انا من بدايه شغلي في التعليق الصوتي بعتمد اكتر على الهويه الصوتيه، ان انا ولا بقلد حد ولا باخد طريقه حد، انا بتعامل بطبيعتي، ده اللي باين في اعلاناتي وده اللي باين حتى في اثناء ادائي لحكايه وطن. دايما بحب اقول الموضوع، اخد الموضوع لناحيتي، انا بقوله ازاي، انا اعمله ازاي، لان ده بيطلع منه احساس وبيطلع منه طريقه معينه، هي دي اللي بتعمل البصمه الصوتيه او الهويه الصوتيه. فلما بقابل ناس وبتجمع الصوت ده، انا يعني في ناس بتشبه انا على عارف الصوت، حضرتك ممكن تتكلم بس كده شويه، فلما بيعرفوا بقى وبيعملوا يعني اسوسيشن بال الصوت والحاجات اللي سمعوها طول ال 14 سنه، فهنا بقى بيحصل صدمه كده اللي هو ايه ده؟
انا عارف الصوت ده، انا انا عارفه عارف ان كويس. انا عارف الصوت ده، بلس لما اقول مثلا بعض المنتجات فاللي هو ايه ده، اه انا عارف الاعلان ده. يعني مثلا يعني زي ما ذكر احمد اعلان بتاع 100 مليون صحه اللي هو بتاع الاثنين الكبار في السن، اللي هو اسلوب حياتكم ده خطر على صحتكم. ولما جيت اعمل اتحضر الاخضر دي كانت بالنسبه لي تشالنج مش بسيطه، لان هم كان الاعتماد من وزاره البيئه على صوت شبابي صحيح يخاطب الناس بطريقه معينه، يوصل لهم فكانت مسؤوليه صوت، يوصل للناس. صوت يوصل للناس ويبقى بسيط. وقدرت تتغلب على وهنا ده ده ازاي؟ التحدي واحب ده اقر واحب حققته بس ازاي؟ يعني اقول ان ده كان اختيار من الوكاله الاعلانيه اللي كانت مسؤوله وقتها اللي هي سينرجي، ده كان اختيارهم لصوتي يعني، طيب وطبعا استاذ ده لطفي شرف ليا. خلينا نتكلم على حاجه مهمه قوي. حضرتك قلت بدات طريقك كمساعد مخرج ثم بالظبط. غيرت المسار وامتهنت الاداء الصوتي، هل شايف ان في تعديل تكامل، او التعليق الصوتي، هل شايف ان في تكامل ما بين الاثنين؟ وفكره اللي انت كنت مساعد مخرج ده بيخليك تبقى ان او حاسس بالحاجه قوي اللي انت بتقولها، الصوره بتاثر عليك لحد ما؟ خليني اقول لحضرتك على حاجه بسيطه. انا مساعد مخرج من 2007 ل 2013، ومنتج فني من 2013 لحد وقتنا ما هذا، شاء الله. تمام. وخدت ورش تمثيل، وخدت ومثلت بعض المشاهد. هي الفكره كلها انت ازاي تشتغل على نفسك، ازاي صحيح. لما تخش في اي تجربه مهما كانت. انا على فكره كنت في يوم من الايام كول سنتر، الكول سنتر فادني. الكول سنتر اي تجربه البني ادم انا نفسي بيخش فيها اشتغلتها بس لازم لمدة يستفيد شهر منها. ونص تقريبا. حتى لو يعني سألت أي ممثل هيقول لك صحيح التعاملات مع الناس بتكسبك خبرة في التفاصيل. ف مع ان انت بتشتغل على نفسك ده بيضيف ليك بعض المهارات. السكيلز، ان انت تقدر بعديها تقدر توصل المعلومة، تبقى فاهم انت بتخاطب مين. لان مش كل اعلان مثلا بيخاطب نفس الشخص، لا، صحيح. في فئات مختلفة. لما مثلا عملنا في يوم من الايام الحملة، مش هذكر منتجات، عيد الاب، فلازم مش هينفع يتقال بصيغه اعلانيه، مش لازم اقول ازيك يا بابا عامل ايه، لا، طبعا. لازم يبقى بالراحه، لازم يبقى احنا بنخاطب الاب بطريقه معينه. فهي الفكره كلها ان انت وانت لما بيجي لك النص لازم بتبقى عارف انت في دماغك انت بتكلم مين صحيح. وهتوصلها له ازاي. فكرت بقى وانت بتحكي حكاية وطن انت بتكلم مين وهتوصلها له ازاي؟ حكاية وطن اتسجل في ظروف انا عمري ما هنساها في حياتي، لان كان في مساحة ان ان كل واحد يعمل اللي هو شاطر فيه مبدع فيه. فلما انا اتعاملت في حكايه وطن، سواء في يعني اللي يسمع فيديو وزاره التموين غير اللي هيسمع فيديو وزاره الاسكان، لان الحكايه مختلفه، التفاصيل بتاعتها مختلفه، صحيح. بيخاطب اشخاص مختلفين. فهي دي الفكره، فانت لازم تبقى مركز ان المعلومه مش بس انت بتقرا كلام، لا، انت هتوصله ازاي، انت هتقول ايه، الكي ووردز او الارقام لازم تبقى فيها شكل من الاشكال الاسترس او البروزه. فهنا ومش لازم يبقى موضوع انستراكشنز اللي هو انا بقول مش تعليمات، لا خالص، تعليمات. انا بقولها كاني انا بتكلم، كاني انا بتكلم يعني، انا دي طريقتي، انا اللي بقول، فانا هقول كذا. ففي جمل مثلا بتاعت مخابز العيش، فلازم يبقى فيه شويه مشاعر بتتقال. فكل تفصيله في فيديوهات حكايه وطن انا بالنسبه لي عمري ما هنساها بصراحه. أكيد أكيد ده ظهر وأنت بتحكي الحكاية في الطريقة اللي كنت بتتكلم بيها. اه ده حقيقي. أكيد. يعني هي فكرة كمان لازم تكون حاسس بكل كلمة انت بتقولها، مش فكرة ان انا معلق صوتي او مؤدي صوتي فقط، هو فكرة الكلمة لو انا مش حاسسها اللي قدامي عمره ما هتوصل له. أستاذ أحمد هقول لحضرتك على حاجة، أنا راجل تخصصي أصلاً إعلانات، فأنا في 30 ثانية لازم أوصل الرسالة. المشاهد إن هو ياخد قرار يشتري أو يشترك أو يستفيد من الخدمة. فأنا واحد بتبع مدرسة إن أنا بخاطب شخص، فلازم أبقى بخاطبه على فكره وعلى طريقته، فلازم أبقى أنا مصدق اللي أنا بقوله عشان اللي قدامي يصدق. صحيح.
واحنا صدقنا واشترينا وبنشكرك، وبجد يعني مزيد من التوفيق، وفخورين ان عندنا يعني صوت مميز زي حضرتك المعلق الصوتي الاستاذ لطفي عبد العزيز. بنشكر حضرتك لوجودك معنا في صباح الخير يا مصر. شرف ليا يا فندم، وبشكركم جدا، وصباح الخير.